في رمضان المعظم من حوار أقيم في قناة المستقلة الفضائية التي انتشرت في العالم واستمع إليها أكثر من 100 مليون مسلم وتتبعوها من أولها إلى آخرها، وكلهم شوق وكلهم يتحرك على أن يعرف الحقيقة. وهذه المحطة أنا لست ممن يدعون بأنها صهيونية أو أنها ممولة من طرف الإدارات المشبوهة لتفرق أو لتضرب الشيعة بالسنة. أنا أعرف مديرها معرفة حقيقية، وهو يتنزه عن مثل هذه الأشياء لأنه مسلما طيبا ويحفظ كتاب الله، فأراد كما قالها صراحة أن يعطي للمسلمين الوقت اللازم والفرصة الطيبة ليتناقشوا ليتباحثوا ليتدارسوا حتى يعرف المسلمون الذين يتتبعونهم حقيقة الأمر. وهذه في الحقيقة واجبة علينا، لأن الله في القرآن يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا كان الحوار مع النصارى واليهود هو دعوة من الله، فكيف بالحوار المسلمين بعضهم ببعض الذين يختلفون؟ وأنا أظن أن من يمنع الحوار هو من يريد أن يبقى المسلمون متخلفون وأعداء بعضهم لبعض، لأن الحوار معناه هو كما قال بعض الفلاسفة من الحوار ينبثق النور. إذا تحاورنا بمعنى أننا تفهمنا، ويخرج من خلال حوارنا كثير من الحقائق، والمهم أن يتبع الناس الحق. فكان دور المناظرات الرمضانية دور كبير في تعريف حقيقة أهل البيت عليهم السلام الذي بقي مطموسا إلا ما ذكره بعض الكتاب والمؤلفين والعلماء في كتبهم. ولكن أقولها صراحة بأن الكتب هي كما نراها مصفوفة، ولا تجد من يقرأ إلا أنفار معدودة، لأن الأنترنت والتلفزيون والسينما وكل هذه السيدي الآن قضى على الكتب والقراءات، ما عاد قراء. أنا أتفكر منذ كنت صغيرا كنا نتلهف على الكتب، كنا ننتظر متى تمر المكتبة المتنقلة المتجولة حتى نستعير منها الكتب للقراءة. اليوم ما في قراء، يبقى الكتاب في طي تأكله الغبار ولا يقرؤون الناس. ولكن عبر المحطات التلفزيونية نحن أوصلنا ما لم يوصله الكتاب إلى مسمع من العالم، إلى الناس الذين حتى الذين لا يقرؤون. هناك نسبة كبيرة من الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وهؤلاء لابد لهم أن يعرفوا الحقيقة أيضا. لا يمكن أن نقتصر الحقيقة إلا على العلماء، لا. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله كافة للناس، فنحن بهذا الحوار أعتقد شخصيا وأطمن أيضا الذين يتلهفون بشوق وحرقة بأننا فتحنا أبوابا وملفاتا كانت مستورة، كانت مغلقة، بل كانت كما قال الأخ عصام محرمة علينا أن نفتحها وأن نتكلم فيها. وقد اخترع معاوية في التاريخ روات آجرهم بالمال حتى يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مكذوبة كانت تخدم مصالحه، ومن مصالحه هو أن لا يتحدث الناس في الصحابة لأنهم عدوه من الصحابة، وهو كان يعد نفسه من الصحابة حتى لا تنكشف بوائقه وما فعله في هذه الأمة، وفي نفس الوقت حفاظا على كرامة من أوصله إلى الخلافة بتعيينه كوالي في الشام لمدة ربع قرن. إذن رووا هذا الحديث
وهو الذي أعتقد أنه يسيطر على عقول أهل السنة والجماعة كافة، حديث إذا وصل بكم الحديث إلى أصحابي فأمسكوا. فأغلب الناس عندما تريد أن تتدرج به إلى الوقائع والأحداث التي وقعت بعد رسول الله فهو يقف يعني حاجزا منيعا، لا تتكلم في الصحابة. إذا لم نتكلم في الصحابة معناها أننا من أين أخذتم دينكم؟ من جاكم الدين لولا الصحابة الذين صاحبوا رسول الله؟ وإذا كان هذا الدين مختلفا فيه اليوم مذاهب متعددة فمعنى ذلك لا بد من البحث في أحوال الصحابة. ولقد تناول أكثر علماء السنة النقد في من أئمة الجرح والتعديل، ولكن مع الأسف لم يصلوا إلى الصحابة من أجل هذه الحديث. فمثلا يطعنون في الرواة إن كانوا من التابعين أو من تابع التابعين، فإذا وصل بهم إلى الصحابي وقفوا عند ذلك واعتبروا أن الصحابي عدل لا ينتقدونه أبدا. وهذه هي الطامة الكبرى التي حجبت الناس عن الحقيقة. فإذا أنا عندما تكلمت بهذه الصراحة في المحطة الفضائية للمستقلة وقلت ما قلت وما أؤمن به، أردت أن أفجر هذه الحقائق التي بقيت طيلة 14 قرنا مطموسة، والشيعة مساكين يخافون من نشرها لأنهم لا يريدون إثارة الفتن، وما أردت أنا إثارة الفتن، ولكن أردت أن أقول لابد لكم أيها المسلمون من الصراحة، لأن العلم الحديث يقول إذا كانت رجلك مريضة مرضا خطيرا